مرحبا بالإخوان والأخوات. تقديم ديال اليوم غادي نحاول من خلاله كيفية الحصول أو كيفية التوفق في ربح واحد طلب العرض، لأن هو طلب العرض هو كيكون عبر واحد نظام استشارة، وكما سبق لي وشرحت في واحد المجموعة ديال الأشرطة فيديو بأن كل طلب العرض كيكون موضوع الاستشارة طبق المادة 21، وفي نفس الوقت كيكون موضوع واحد القيمة التقديرية اللي كتعطى لجنة طلبة العروض طبق المادة 39 من المرسوم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية. فأول حاجة اللي خصها، وهذا كان اعتبره أنا توجيه بالنسبة للمقاولين والشركات وجميع المتنافسين اللي كيدخلوا على واحد طلب العرض، باش الحظوظ ديالهم تكون متوفرة لابد من احترام بعض الخطوات اللي من خلالها كيكون عندك واحد المجموعة ديال الفرص، واحد النسبة عالية لربح واحد طلب العرض. يعني ماشي المشاركة من أجل المشاركة، ولكن المشاركة من أجل الحصول على صفقة. فهناك الصفقات المحصصة أو ما يسمى بالفرنسية لالوتيسمون ديال لي مارشي ولا لي مارشي الوتي، وهادو كيكونوا عبارة عن حصص، وهاد الحصص كتكون يعني كل حصة عندها واحد القيمة التقديرية ديالها، وكتكون موجهة بالأساس للمقاولات الصغرى والمقاولات المتوسطة وأيضا المقاولات الجد الصغيرة، لرغبة من صاحب المشروع، وكذلك يعني ما جاء به المرسوم الجديد هو إعطاء الفرص للمقاولة الصغرى والمتوسطة. وكذلك هناك بعض أصحاب المشاريع اللي كيمشيو في هذا الاتجاه للنهوض بالمقاولة الصغرى والمقاولة المتوسطة، ولما لا المقاولة الصغرى والجد الصغرى. فهاد هي بالنسبة لصاحب المشروع هذا واحد الهدف، والهدف الثاني هو يعني التحكم في الميزانية ديالو من خلال يعني تحسيس الصفقة أو تحسيس طلب العرض، اللي الهدف ديالو وهي ترشيد الإنفاق العمومي والحصول على يعني واحد لا كومبينازون ديال العرض الافضل، يعني اللي كيعطي واحد الافضليه من الناحيه الاقتصاديه، وهذا كيبقى بطبيعه الحال بالمقارنه مع الاثمان المرجعيه. وهذا كان سبق لي ودرت في واحد شريط فيديو حتى لا اطيل عليكم من خلال هذا التقديم. الاخوان اللي بغاو يتعرفوا على الثمن المرجعي فهناك شريط فيديو، ويمشوا للقناة ويستفدوا من الطريقة كيف يتم احتساب الثمن المرجعي، وكيفاش كتم المقارنة بين واحد المجموعة ديال طلبات العروض من بعد ما كيتم الإقصاء ديال واحد النوع من العروض المالية، هي ذاك العروض المفرطة يعني المرتفعة جدا، وكذلك العروض المنخفضة بشكل غير طبيعي أو ما يسمى بترخيص الأثمان. وهذا هو اللي مستجد اللي جاب به المرسوم الجديد لمحاربة بعض يعني بعض الأمور التي كانت تسيء إلى الإطار التنظيمي للصفقات العمومية لمرسوم 2013، اللي كان ترخيص الأثمان يعني لا ما كيعطيش الصورة الحقيقية للعرض المالي، وكيكون هذاك على حساب الجودة. وهناك أيضا تبذير للميزانية، وكذلك تسيء إلى المالية العمومية بخصوص مبادئ تنفيذ الميزانية، وهي المنافسة الشريفة عبر أثمنة السوق.
فنبقى دائما في الموضوع كيفاش يعني المشاركين سواء مقاولات أو شركات الحصول أو ربح واحد طلب العرض، لابد من الانتباه إلى نظام الاستشارة، تشوف أشنو المطلوب منك، أشنو هي القيمة التقديرية ديال المشروع، أشنو هو نوعية طلب العرض، لأن خصك تدخل على واحد طلب العرض اللي ما كيكونش كيتناقض مع الموضوع التجاري ديالك أو النشاط التجاري ديالك اللي كتمارسو. وحتى إن كنت تمارس يعني لو نيغوس، هذا ما كيعطيكش الضوء الأخضر باش تدخل في كل شيء، ولكن كيمشي حسب طبيعة يعني التجربة المهنية من خلال الشواهد المرجعية، وكذلك من خلال الوثائق الإدارية بخصوص الشهادة الإجبارية لاتيستاسيون فيسكال، اللي كيكون يعني لا نيغوس عندك محدد فيها، ماشي يعني ما كيعطيكش الضوء الأخضر باش تدخل في جميع لي كور ديتا، يعني ما كتدخلش في جميع موضوع طلبة العروض، ولكن كتحاول تخصص واحد نشاطين أو ثلاثة أنشطة اللي كتكون في إطار لو نيغوس، ويمكن لك تساهم بها وتلتجأ إلى طلبة العروض عبر بوابة الصفقات العمومية. وهذا كيطلب منك واحد فتح واحد الحساب عن طريق بوابة الصفقات العمومية، وكذلك تكون عندك شهادة الإمضاء الإلكتروني أو شهادة إثبات الهوية الإلكترونية، اللي من خلالها كيكون الممثل القانوني للشركة هو من سوف يتعاقد مع صاحب المشروع في حالة ما إذا تم إسناد طلب العرض أو تم إسناد الصفقة له. ثم هناك أيضا مكونات الملف الإداري والتقني، وكذلك مكونات الملف المالي. وهذا راه بحال شي يعني سي كوم سي تي باس ان اكزام، بحال اللي كدوز واحد الامتحان، يعني هو القراءه الجيده اللي الموضوع كتخليك تقوم بواحد الاجابه سليمه لذاك الموضوع، وبالتالي كيخول لك باش تفوز بداك في ذاك الامتحان. يعني سي كوم ان اكزام هكاك، هو طلب العرض كتدخل له يعني واحد القراءه، وهذه دائما كننصح الاخوان ديالنا باش يديروا واحد القراءه جيده لنظام الاستشاره، يعرف شنو هو المطلوب منهم، شنو هما الوثائق. مثلا الا كان مطلوب منك يعني مخطط التحمل، خاصك توجد مخطط التحمل. الا كان مطلوب منك الشواهد المرجعيه، خاصك تتبع ما هو مطلوب يعني كالشواهد الشهادات الشواهد المهنيه اللي كتثبت الكفاءه والتجربه. وكذلك إذا طلب منك شهادة التصنيف والتأهيل، حسب طبيعة كل عرض، كل طلب العرض عنده خصوصيات ديالو. هناك الصفقات أو طلب العروض المبسطة اللي كتقل على مليون ديال الدرهم، تساوي أو تقل على مليون درهم بدون احتساب الرسوم أو احتساب الضريبة على القيمة المضافة. هناك أيضا بعض الصفقات كصفقات الحراسة وصفقات النظافة، اللي هي سوسون دي مارشي ماجوراسيون، يعني بنسبة زيادة، لأن من يحدد الأثمنة بخصوص صفقات الحراسة وصفقات النظافة هو صاحب المشروع الذي يحدد القيمة التقديرية ويحدد الأثمنة، وكي يقوم بنشر هذا طلب العرض يعني تحسبا لمنافسة عبر تقديم نسب اللي هي نسبة مرتفعة. وهنا كنحاول نشير الإخوان ديالنا باش ينتبهوا لهذه المسألة، لأن هناك واحد الخصوصية لهذه المسألة ديال صفقات يعني الحراسة أو النظافة، يعني سو سون دي مارشي اماجوراسيون، يعني لا يقبل نسبة الصفر، بمعنى المقاولة أو الشركة كتقبل بنفس القيمة، كتقدم واحد العرض المالي ديالها بنفس القيمة التقديرية للمشروع. هذا من بين الأسباب اللي تقصي المتشارك، يعني حتى المرسوم يعني خرج هذه المسألة، لا يقبل المشرع، لا يقبل هذه المسألة ديال الصفر، نسبة الصفر، حتى نسبة عبر رقم واحد،
يعني اون ماجوراسيون ان سو شيفر، ولكن ما هو مقبول هو اون ماجوراسيون ا دو شيفر. راه كنعاودها، سي اون ماجوراسيون ان بورسونتاج، سي اون ماجوراسيون ديال ا دو شيفر بالنسبه لي بريستاسيون، المارشي ديال الكارديناج والمارشي ديال لو نيتواياج. هاد الوضعيه تاع هذا جا واحد المستجد، يعني لي مارشي ا ماجوراسيون اللي جا باش يصحح واحد الوضعيه اللي كانت في المرسوم ديال 2013، واللي كان فيها واحد المجموعه ديال التجاوزات، وواحد المجموعه ديال الاجراءات التي تخل وتسيء الى الاطار التنظيمي اللي مرسوم الصفقات العموميه، وايضا فيها تبدير للماليه العموميه اللي هو مطالب من اصحاب المشاريع وبخصوص الاميرون بالصرف بالتشجيع وبالحرص على ترشيد الانفاق العمومي. ثم هناك ايضا العروض الماليه، وكان سبق لي في واحد شريط فيديو سابق وكنت شرحت الطريقه اللي يمكن الاخوان ديالنا يقدموا العروض الماليه ديالهم. يعني اولا المرجعيه مرجعيه السوق، وثانيا واحد الفهم يكون جيد للمواصفات التقنيه لكل الحاجيات اللي جا بها، يعني البيان التقديري للحاجيات حتى لا تكون هناك مغالطات، وحتى النظام الاستشاره اعطاكم واحد الامكانيه الماده 25 اللي كتعلق بدوموند ديكليرسيسمون. يعني شفتوا واحد البيان تقدير الحاجيات، هناك بعض التوضيحات او بعض الغموض في الحاجيات او في الوثائق المرتبطه بطلب العرض. نظام الاستشاره اعطاكم عبر الماده 25 من المرسوم، اعطاكم هذه الامكانيه يعني لطلب توضيحات دوموند ديكليرسيسمون على ذاك طلب العرض، ذاك لابيل دوفر اللي صاحب المشروع راه كي عنده واحد كيجاوبك في واحد المده ديال اقصى 3 ايام، اللي من خلاله في الوقت اللي كيقوم بداك التوضيحات راه كيعلن جميع المتنافسين الاخرين اللي تيليشارجاو ولا قاموا بتحميل طلب العرض عبر بوابه الصفقات العموميه، او اللي كيراسلهم ما دام نحن في اطار المشاركه او المنافسه او الملوج الالكتروني للنفقات العموميه. وهذا يعني من بين يعتبر من اهم مظاهر الرقمنه اللي جا بها قرار وزير الاقتصاد والماليه، قرار 1692 اللي دخل جا بالموازاه مع، هما كانوا بعض القرارات الاخرى ولكن هذا جا بالموازاه مع المرسوم ديال 2023 ودخل في التطبيق في بدايه تنبير 2023. فالمشاركين يعني خاصهم يحرصوا كل الحرص على نظام الاستشارة، وهو الأهم، لأن هو القاعدة، هو كيفية التعامل مع جميع النقاط اللي جا بها المرسوم، وكذلك في إطار نظام الاستشارة اللي كيحددها صاحب المشروع من خلال طريقة تقديم طلبات العروض عبر بوابة الصفقات العمومية، الطريقة الإلكترونية، هل هناك عرض يعني في إطار صفقة محصصة أو في إطار يعني واحد الصفقة داك يعني داك طلب العرض المبسط المفتوح، أو هناك بعد طريقة كيفية يتم قبول المتنافسين، وما هي المعايير اللي كيتم القبول بها، معرفة كذلك لمكونات الملف الإداري التكميلي من شهادة الجبائية وشهادة المسلمة من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك السجل التجاري وكل هذه الأمور، وكذلك بعض التبريرات إن كان هناك يعني بعض التناقضات في الوثائق أو غيرها أو في أثمنة تبرير الأثمنة، بالإضافة إلى احترام كل المساطير اللي. وهنا كننصح الإخوان ديالنا لابد من التكوين، لأن المقاولة يعني ما يمكنلهاش تزيد، يعني ما يمكنلهاش تطور من رقم المعاملة ديالها إلا
عن طريق التكوين والإلمام والمعرفة بما هو إطار تنظيمي للصفقات العمومية. وهذه يعني كتوجيه كنعطي للإخوان ديالنا، يعني لابد من الاستثمار في رأس المال، لأن هذا هو المفتاح نجاح المقاولة وبالتالي الحصول على طلبات العروض. فإلى هنا أكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله ومع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.